العلل الجارية مجرى الزحاف، يعني شد قال لك اللاتين بلا موكو الزحاف جاري من جريان وجريان زحاف واحد. تلك هي العلل التي تأخذ صفة الزحاف في عدم اللزوم. أما أو علتانية كان صفة الزحاف أقرنا خيان لوداك لزومي تانية قبلا لفرق بين زحاف وعلة باسي أو ما نكر أقر إلا للركن كان للركن كابو مثلا للركن كان مقابل وأنا لهمون مسرع كان عندما يرى عيات كري بلا مثلا علتي كواما هي ممكنة للركن كيسل عروزيك لضربك أو الرياب بلا من السائر عروزو ضرب كان يترى أو نبي يعني أويت يعني بقى اللزوم أكو شون زحاف لازم نبو أمش أو لزوميت يا نهات بيتدي. فإذا عرضت لم يجب على الشاعر التزامها. جاء قال أم جور علة عارز بها تبرو لسر شاعر واجبني ملتزم بيبي بل جاز له تركها والعود إلى الأصل. بل كبوي هي دسي لها القري وقرته بسر أصلك يعني بو أويك عدم علة. وتلك العلل كثيرة وأو علتها نزول أغلبها لم يقع في الشعر العربي زولي لو أنا أحسن الشعر العربي هرين إلا نادرا غير مقبولين ما قزول بنادري وبنا مقبولي وهي لا تصادفك إلا في أقل من القليل وأوانا توشي تناب ما قر لأقل يعني لشتيك وعونك بكم لكمش كم ترى من هذه العلل الخزم ألف الخزم خزم تشيا خزم كي خطب بالزاي بخوانرو وهو زيادة حرف أبتلي رأى للسان هنا يتي أري وتتي قال في اللسان ما دي خزم الخزم بالزاي في الشعر زيادة حرف في أول جزء يعني مثلا توبين لأول جزء أو لأول ركن حرف زيالكي يا دو حرف يا تشندين حرف لحروف معاني وكواو هلو بلو أمانة وهو زيادة حرف إلى أربعة أحرف زيادة حرف تاتشوار في صدر الشطر في صدر الشطر الأول من البيت باشا لسلتاي مسرعية كم يعني ويا كم للشعر أو حرف أو حرفين في أول عجز يا لأول عجز كذا حرف جادوان إزافك وشذ بأكثر من أربعة في أول الصدر وبأكثر من حرفين في أول العجز وشاذ أكاد بكري بزيات اللشوار مثلا بانج زياكي لأولي صدرة وبزيات اللدو مثلا بكي بسي لأولي عجز دا عربي مثاله في الشطر الأول بحرفين قول شاعري وكأن ثبيرا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزملي ثبير ناوي كيفيكا لا أفانين أفانين جمع أفنانة باشا أفنان يعني جمع فن من النوع ليرا يعني ثبير لنوع كان ودق يعني باران لنوع كان باران كيا يعني بو أنواع باراني بسردا باريوا عليك كبير أناس عليك جوري خلكية جوري خلكانيك لبيجاد بيجاد بارشيك لبيجادك كبيجادك مزملة مزمل يعني كراوة تبري بيجادي مزمل حاربي يعني خوي بيو بيتشاوة آوة فلما جاري واوة كان عديدة بقرين بزاين شون من بودي يسك أن فعول ثبيرا في مفاعيل أفاني تعب روي فعول نودقه مفاعيل كواتا أوا وما ناوي حاربي دي سوا وكزيال كراوة جايسة شون بوشي اعتبار كلاوة أو شاعر خويا زاني فكلمة كأن وزنها فعول فعول وزيدت قبلها الواو أو ويلا بيش هزيك كلاوة حاربي يعني وكو مفاعل إليك ومثاله بحرفين قوله دو حربي يا متر ابن ناجية ابني سامة إنني باشا أجفى يا أجفى وتغلق دوني الأبواب أي متري كري ناجي كري سامة بيقمان من جفام لقل أكريو روبروي من درقا كان دا أخري إيسا مثلا لم شعر دا أقر يا كلاوي مترب ننا مترب ننا متفاعل
جيت بنساء متفاعل متى إنني متفاعل بحري كاملة وجفا وتغ مستفعل ومضمرة باشا لقدوني المتفاعل أبواب مفعول أويان مضمري مقطوع باشا جائسة فقولهم تربننا وزنها متفاعل وزيد قبلها لفظنا لفظ يا كهي يا مطر إن أخوة تربى ما ترى مثاله بثلاثة سيزا كرابي قول شاعر لقد عجبت لقوم أسلموا بعد عزهم إمامهم للمنكرات وللغدر على من بعد جاء من بو قومي كأو قوما مسلمان بون بالي بعد عزهم دواء أو عزي كبويانا يعني لدواء أو عزتي كبويانا مسلمان بون دي إمامهمو نا بعد عزهم إمامهم يعني دواء أويك بالي عزتي عن بإمامك إخوان داوش دي واقع يعني للمنكرات وللغدري لقد عجبت لقوم أسلموا باشا أسلموا بعد عزهم دواي أويك عزتي أن قرتوا ياش نزل ما زولي شيء ما شيء لسرنيه لثشارك وانيا فأول الموزون في البيت كلمة عجبت وهي على وزن فعول ولفظ لقد زيد قبل ذلك بره لقد عجبت لقوم أسلموا بعد عزهم وابي بكو اعتراض بي لأن يعني دواء ويك عزتي أن بياكر دواء يا شاهد أما أجروابي ما خو مش ممكن معناه كأمل اللي بدينه بشوي نو قصيدة كينا خو ولا أتواني أما مفعول ولا سر مدح منصوب به وكو أوي باش أعني بعض يعني مثلاً بري أمدح إمامهم يعني إمام كان مدح كم لبرشي كأو نانا بله بعد عزهم دواي أويك غالب هاتن يا مثلا دواي أويك إمامك إخوان يان كو مكرت عزماني وكبري عزتي عند أبا إمامك إخوان بو منكرات وبو غدر يعني دواي أوهم منكر وغدر يان كرت بو بلا مسلمان بولا دواي هاو حالبي بله يا بعد عزهم إمامهم يعني أول أمانة وكبري بشيمان أبو بيتنو مر البو خوارج وشتبيات بيتنو حزر علي يعني دواي أويك بالي لبر منكرات وغدر يعني لبر أويك كاري منكر أنجام بدنو كاري غدر أنجام بدن حالبي بعد عزهم نازانم هاتشيك من جيب جنابي بعد عزهم قصدك هي بلى بلى قاتل من جاري ومعنى اللي بديناه بعد عزهم يعني دواي اويكا عزتيان بياكرت بلى امدحوا امامهم يعني من مدح امامك كان كم للمنكرات وللغدري بو أوي برامبر بمنكرات وبغدر أبيس يا مثلا بعد عزه إمامه يعني دواي أوي كوا برامبر بإمام كان ويسان أو عز بمناي يعني إظهار عزت به عز بمناي تكبر وأمانة به لبرابر إمام كان يعني مثلا لبرابر إمام كي خوانا ويسابيت بوشي بو منكرات وبغدر هوا كشي دواي ومسلمان بون هوا دي السكانة أما لقدكي للابا عجيبت وبتفعول لقوم أسم فاعيل لمبع
فعول دعزهم مفاعل. إمام فعول هم للمن مفاعيل، كراتي فعول وللغدري مفاعل. فعول كان مقبوضا أو لقد إزافة. فأول الموزوني في البيت كلمة عجبت، وهي على وزن فعول، ولفظ لقد زيد قبل ذلك. ومثال بأربعة أحرف قوله أشدد حياة يا أشدد، أشدد حيازمك للموت، فإن الموت لاقيك. فإن مزف في الموت أو يكوى وزنك ركشانك، كلمة حيازيم لسر وزن مفاعيل، حيازيمك وكبري شو دام حزم كانت آمادك بومرك حيازيمك هنا هنا أو يكي لسربة بالي. والحزيم الصدر سينه يعني ضل ضلت انا ماذا كان بو ملك. والجمع حزوم. واحزم عن كراع قلب. والحزيم والحيزوم وسط الصدر وما يضم عليه الحزام، حيث تتقي الرؤوس الجوانح فوق الرهاب بحيال الكاهل. حزيم قالوا شددت لهذا الامر حزيمي. هذا حيازيم جمع حزيمه، حزيم بمعنى او صدر واني يعني ضلت انا محكم كان بو مرك. شوف فإن الموت لاقيك، شون كمرك ضلت محكمك بو مرك، شون كمرك هرت دي ملاقات الدك. خب حيازيم، حيازيم مفاعيل يعني مكفوفة، كليل مو كليل موتي دوباره مفاعيل. فإن المو مفاعيل تلاقي تلاقيك مفاعيل. يسافة فأول الموزون في البيت كلمة حيازم على وزن مفاعيل، وكلمة أشدد قبلها زائدة. هو تقريبا أربعة. ومثال خزمي في العجز بحرف، قيل عجزة بحرف يا بدوان، قولي أمشى عليك الله، كلما رابك مني رائب، ويعلم الجاهل مني ما علم. أري هر وقتك رائبك واتا كسك لشق دايا لمن و رابك يعني تو خسد على راوكي وشكي بودروس كردي. ويعلم الجاهل مني ما علم، وجاهلي دزاني لمن و اوي كزاني ويتي تيجا جوابك نهاتو. بالي سكاني فاول موضوع من الشطر الثاني، اول موضوع للشطر الثاني ك يعلم الجاية وزنك فاعلاتها والواو زائدة. فأتى كلما رام فاعلات بك مني فاعلات، باشا بك مني فاعلات دودنا فاعلاتنا، رائب فاعل اج رائباتنا بلام محذوفة. فأتى من رملي محذوفة أوركناش جواب مخبوض بغي. أو كاتبة فاعلات فعلات فاعل بو قرار ركن دوم مخبونة، ركن آخر شيء محزوف بيت إصلاحان يجون رملي محزوف، يا رملي مخبوني محزوف. يعلم الجام فاعلات باشا، هلو مني مفاري فاعلات، ما علم يا ما علم فاعل. فأول الموزون من الشطر الثاني يعلم الجاوزه فاعلات والواو زائدة. ومثاله بحرفين بدو حرف ب قول ترفة كناوي شاعرك كاذي، هل تذكرون إذ نقاتلكم إذ لا يضر دي معدما عدمه. شو عدمه به عدمه يعني آية لبير تانا كا يما الشرمان لقل أكردن أو كاتيكا باشا زرري بفقير ندقيان لا يضر معدما بهيش فقيرك زرري ندقيان عدموه باشا عدمي أوشتا جانا ذا مشتا كمنزولي تشيا يا عدمي أو يا مثلا زرري بومعدن عدمي أو شخصا أو
شخصي يعني لقال أوي ككسيتي دولة من بو أمانة خير وخيرات وشتي نكردوها أقل لسورة دقان نجبو بيه زراري بو معديم نبو وكسيكانيتي بلوايا إذا شون أمانة من بعي شارك عن لإختياراني الرنقة تقريبا خلافي أو معنى إلي لسا هل تذكر مستفعل باشا إن إذ نقى مفاعل تلوكم فاعل أو مثلا هل تذكر أو مستفعل هل تذكر دي جامجة نئذ هو تدي مجموعة نئذ نقاء بيت مفاعل قاعدة نبش بحري بسيط بواي دي تلوكم فاعل ولأبي أمتلو كموب فعيلة تلو كمو فعيلة يعني مثلا مستفعلون كا هم طي وهم خبني بيت خبلي تياك لابي جابا بزي أمشي عليتي أمشي ذكروني فيما بي أما دو حرف كواتت مشاكا أبيها لكي للاوي فهذا البيت إذا كلاوة بأمجال لا يضر رو داي لا يضر فاعلاته معديما أزاني بوشي لرامام شن أوي أولا كي هل تذكروا مستفعلنا بو أولا كي مثل عكي ولي أما رنقة تذكرون بي يعني يكي التي كان حدث هل تتذكرون با وش تقطيعي كين هل تذك أوجنا بدو بارا دي أما برين لا يضر تذكرون فاعلاته أخباش أي هل لك أخولي وين هل إذا فنيها أيوة والله خلاص آه. هل تذكروا مستفعل تذكر. أجر تذكروا جلي باشا أجل أما لكن تون أو إذا جذب فهذا البيت خزم مرتين ها في أول بلبل هل كش زايدة لا كواتا تذكروا يوم التوجمة بونك تذكرون إذ دي هو قالوا عبيد تذكروا أو معتد مجموع تذكروا بالي داي أم جاء أقد تذكرون بي أما شي تذكروا مفاعل داي إذ تذكرون فاعلاتو آخر بو فاعلاتو وليوا بالي فلمك أوايا وتخوي وتي وزقي فاعلات مكفوفة أوا بعد فلمك أم جاء وخزم أيضا في أول العجز بإذ وأول المزنين لا يضر باشا كواتا لا يضروش فاعلاتو كواتا أقر وابيت تذكرون فاعلاتو إذ نقاتي دوباره فاعلاتو باشا لكم تبشب بك بلوكم بيتفاعلون يعني مخبوني محذوف بالرمال به أم جعل لا يضر فاعلات معدي أم جعل أواتش يشد لسكا معدما أرنا معدما عاد وبر فاعلات دموه فعيل فهذا بحر الرمالي محزوفة مخبونة هندي لركن كاني لروها لك زائد وليش إذك ولا جعل مثالي إما زيادة لبو إذك أبو عوية إنسان جالي ويجير أخوة بدأ تقطيع أمر رأيك يكتر لوانا خرم يخلون بالرائي وهو اسم يطلق بالمعنى العام على إسقاط أول الوتد المجموع في أول شطر من البيت خرم أوية اسمك داء بضرب بمعنى عمومي لسر لا بردني أول وتد مجموع لأول شطر بيتا يعني هر وقتك
مثلا شعرك با او دس بيبكا بلين فعولون بي وتدي مجموعة يا مفاعيلون بي باز مهر اولكي بلين بو وتدي مجموعة شروع بوا او وتدي مجموعة متحركة اللي حذفك غالبين اولي وتدي كلابة بيلين خرم بوا وتختلف اسماء جاء امكارا ناوكي جورا وجورا بحسب موقعك لكوا قراري قرتوا ولا يكون إلا في التفاعيل الممدوءة بوتد مجموع حالبين أمرنا ما قال لو تفاعيل نداك بوتد مجموع شرعيان بي أكري اتباسي أوي نكر وآية وتد مجموع كلا أولو بي ركن كلا أولو بي لوستها بي الآخر بي أوي نوتو وتوتي لو ركن ندا أمر أغا كالركن كبا وتد مجموع فاعل بوتد مجموع مفاعيل بوتد مجموع مفاعلة ينشر بوتد مجموع سيدانا دي وقد يقع فيها وحده أو يجتمع مع علة أخرى جاء وقتنيك أو دي أو خرما يعني أو وتد حذف كري جاء بتنيا مثلا فعولون بتعولون نقلك بلا فعلون مفاعيل ميمكيل لا مثلا فاعيل مفعول مفاعلة ميمكيل لا فاعلة مفتعل ولي وقد يقع فيها وحده أو يجتمع مع علة جاء وشي لقل علتك تلاكو أبيته قال ابن عبد الربه إن الخرم لا يدخل إلا في كل جزء أوله وتد أولي اللي باوتتي وأضاف وإنما منعه أن يدخل في السبب أنك لو أسقطت من السبب حركة بقي ساكن وتنام يعني متحرك إلى حزق ساكنك منه ولا يبدأ بساكن يبدأ بساكنك ولا يدخل الخرم إلا في أول البيت أولي أول شيء وتوأها أما من جواب السؤال بدوايا قرن أما بو علي فقل أولي الشعر شو أول رؤدة أو خرم باش ففي فعول مثلا إن دخل وحده فصارت عول وحولت إلى فعل يا حفعل فهو خرم أو ثلم يا خرمي بيالين يا ثلمي بيالين يعني برحال ناوكاني هل خرمك بمعنى عامك خرمة ولبويك ولا فعول قراري قرت وبتنيا ثلم وإن دخلها مع القبض أقر مثلا فعول قبل شي بي وارد بو بقبض حذف ساكني بينجمة ولي فعولو جادوا وبتعولو وحولت إلى فعلو فهو ثرم حالبي والجزء جزء كما صار أو فعولة أو أثرم تاني أو تربت أخرم أسلم جائسة كان أقلها بتنيا ببي أو سلمة أقل لقل قبضة بي هل أو يفعول لك بتثرم وفي مفاعيل له ثلاث صور سيسول إن دخلها وحده فصارت فاعيل وتحول إلى مفعول فهو خرم فحسب هر خرميت يعني أخرم بشعرك كأويتيا بيلا أخرم وإن دخلها مع القبض مثلا مفاعيل أقول بك بمفاعيل أمر فاعيل وتحول بالي فصارت وإن دخلها مع قبض تيا كرابي بلا بلا ولا قال كفاهين قبضي تياك رابي أبيتا مفاعل أمرا أويتك بفاعل هل تفاعل أو الشتري تياك راوة باشا والجزء إذاك أشتر هذا هو الشعر أشتر مثلا وإن دخلها مع الكف يقول لك الكف فصارت فاعل وتحول إلى مفعول فهو خرب هو خرب يعني همان خرمك اللي حزب ولي خرمك اللي مفاعل ده اللي هي فارتي شوايا بيجن أخرب يعني بيجن خرب وفي مفاعلة له أربع صور المفاعلة شو صورتي هي مثلا إن دخلها وحده فصارت فاعلة وتحول إلى مفتعل كخبرنا فهو عضب أرين إصلاحنا عضب ما أنت يعكردوا عضب بضال والجزء إذا كأعضب جزء كبيرنا أعضب يلاحظ أنه هنا سمي باسم آخر باسم آخر غير الخرمي مع سلامة جزء من غيره باشا ملاحظة أكري ليرى مثلا بيالين عضب ليرى مثلا نوبراو باسمك تلك غير خرمة لقال أودا كجزء كيش سالمة لغير خرمة هر خرمي تياه وإن دخلها مع العضبي باشا أقل داخل بي لقال عضب كاش تيتري فصارت بغل أولا هو مع العصبة ويكيان أشي أخرني أقرأ عصبي تيابتان شونه عصبك مفاعيل
دي امرأة اگر دوائي وبيني خرمش كي خرمك بيته همان عظم كوثمان فاعل او اخت او مفاعلتنا تبديل يبقى مفعول حالبي كواتا اما عظمنية اشتباه غلط شابية وان دخلها يعني اگر او خرم داخلي مفاعلة بمع العصبي باشا فصارت فاعلة بيبا فاعلة وتحول إلى مفعول فهو قسم أو بيجن قسم والجزء أقسم ركنك بيجن أقسم شعرك بهو هو بتأقسم وإن دخلها مع العقل آخر أقل عقلي تياكي مثلا أو بينجمكي حسفكي أبيت مفاعلة أبيت مفاعل آه دي أمجاوته فاعل دي أبيت فاعل مع العقل فصارت فاعل فاعل وتحول إلى فاعل فهو جم وبيلن جم والجزء إذا كأجم من أي كوله كولوكم شون بزن شاخيني وإن دخلها مع النقصي أقل لقل نقص داخل ببي وهو حسف سابع ما إسكان خامسي بلي حسف سابع كبك مثلا مفاعلة تن نونك حذفك ديتيك ساكنك أبيت مفاعلة مفاعلت عوائلية بيه فدي أمجا خرمك شتياك أبيت فاعلت وتحول إلى مفعول نا أبيت فاعلت وشونا وإن دخلها مع النقصي نقصي نقص شيء نقص أصبو كف حاجة مثلا ها أصبو كف بيكو كوكرو مثلا مفاعي دي أصبك مفاعلة لامك واي حس في سابعة مع إسكاني خامس نجمع قبلك أي بره بره كاتاجر أدوانك وكيتوا خوي بره أبيت شيء اللي أصله زي بيج خرمناكين دي أبيت مفاعي لو دي أبيت فاعي لو أو كاتا حالبين دي تو فاعلتين وسيوة مثلا تحول إلى مفعولو فهو عقص وبيلا عقص والجزء إذا كأعقص مثلا ولكن من هذه العلل علتان تكثران في الشعر العربي يعني أمانة زور كم يابون ولا أمانة كشان لفارسية هيا باب ذاني برام لم عللان دو علل هيا كزور للشعر العربية وتقبلاني وقبول جمهما هما أوجون كان تشعيثة أو كان حسفة تشعيثية وهو حسف أول الوتد المجموعي مثل فاعلات عينك إلابة أو تفاعلات تحذف عينها فتصير فاعلات وتحول إلى مفعول كلمة مفعول ومثل فاعلون عينك لا باب تفعل تصير فاعل وتحول إلى فعل حذف وهو الذي مر بك في علل النقص هروية وبه تصير فعول وسفعل وتفعو وتحول إلى فعل وسينكشف لك أمر هاتين العلتين حين تعرض للكلام عن البحور التي تدخلانها وكشف بيبوتو أمري أمدو علتي يعني تشحيس وحذف لكاتك داك عارز بيبو كلام حين تعرض يعني توهنا يا حين تعرض للكلام وقتك تو بحثك تتعرض بحثي كلامك يعني مثلا دس أديت كلام لا سكردن لباري أو بحرانه وك تدخلانها كأمدوانا عشان أنا أعود بحرانه حالب تبرانو نيتها من الجباب والله زور جالب ومقسمتي أما هنا وانا أو ناوانا العروض فهنا نيا عربية سكام هنا